شباب، وجينا في الجزء الثاني. يعني ما عداش دقيقتين اصلا يعني على الجزء الاول. ماشي اهو اهو اهو، صلحت البتاع من الهاكر اللي كان عندي. بس يعني ممكن يعمل حاجات بسيطة يعني كده. هي البنت دي مش هتتحرك ليه؟ شبهي شوية الشعر، بس شبهي. سوري يا جماعة، معلش يا جماعة، معلش. عشان ماشي دلوقتي شربت، فتلاقي صوتي طلع أعلى يعني شوية. أهو اتحرك اتحرك اتحرك، أوبا أخيرا. الباب ده بكرهه برضه، بكره الباب ده مش عارفة ليه. ده في مطرة، مطرة شغالة، شفتوها؟ ركزوا على الفيديو، مطرة ناس بتموت يا عيني، شكلهم مش عارفين يعدوا كبر. الباب ده برضه بكرهه بسبب البتاع دي. اوكي طبعا هتلاقوا شعر اللي كمان. انا يعني مش انا اللي متابعين، من متابعين القناة دي اخويا بيحب قوي، ممكن يكون بيحب اكتر مني عادي يعني، والله العظيم ممكن يكون بيحب اكتر مني يعني، مش عارفة عادي. وبيلعب مشهور. انا عن نفسي مش عارفة ليه يعني، هو مش هو يطلع عند اخته اسمها ديدا، انا بحبها برضه مش عارفه ليه. بصوا انا مش عارفه ديدا، عايز اسالها سؤال يعني، انت مش عايزه تطلعي وشك ليه؟ انت في تحدي كنت عاملاه انت وصوره، اللي هو تحدي البالونه، او انت واسلام، انت اسمك ثاني، انا عارفه اسمائكم يعني. يعني انتوا كنت عاملين تحدي بالونه وظهرت وشي، وفي لعبة يعني روبلوكس او اي لعبة تانية بتلعبوها، مش عايزة تطلعي، مش عايزة تطلعي وشك، ما الناس عرفت وشك خلاص. انا دي نصيحة يعني مش حاجة. اوكي حاول اعدي الدور ده، الدور اللي جاي ده بكرهه قوي. لا هو مش اللي جاي، اللي بعده بيري، الدور اللي بعده تقريبا هو دور زي كده ماشي، بس بقى مربع ابيض ومربع اسود. انا هوريكم حيلة دلوقتي، اجي اقف مثلا عند دي كده وانزل من تحتها واحاول اني ادخل منها كده. اوكي المفروض مش كده، المفروض انزل ايه ده؟ هي مش هتعمل ليه؟ اوكي من حسن ياتي. اوكي معلش نسيت الصورة. اوكي ابيض ابيض احمر، انا فاكرة نبتة قبل كده، هي مش يبقى مش دي، بس لما تيجي تاني بقى هي تختار. انا مش عايزة اختار، انا نزلت مجهود خلاص. ايه غبائك، احاول انا اشوفها اهي، احاول انا اشوفها لما تيجي تختار. اني ايه يا حبيبتي، احنا قلنا مش هيبقى احمر ابيض دي، حسبي الله. لا يا غبائي. اوكي ابيض ابيض احمر احمر. البنت غشاشة، غشت مني.
العمل عندي اكتر شيء يعني على السوريست احاول اظبطه. ظبطت الهكر وميلو مش عايز يعني. ايه ده؟ انا فكرت اخليها عيد من الاول. فضل كم دول؟ حاجة انا نزلت هنا اصلا. اوكي طب تعالي نجرب نمشي من هنا عشان يعني هنا توصلنا اسرع. اقول لكم ليه؟ عشان الصوت تمام هنا يعني. هنا تبقى هنا متعرضين اكتر للصوت يعني. انا شايفه ان هنا اسهل عشان بص هنا في فتحه كبيره هنا فتحه صغيره. فتحه هنا صغيره هنا فتحه كبيره. انا بنصحكم يعني لو لعبتوا الماب دي مش الماب دي بكره هي دي بقى الماب انا بكرهها ما بحبهاش خالص ما تقراش يعني. المفروض يعني ايه الحته اللي دي انا المفروض اقف فيها دي اوف انا فكرت نفسي اخسر انا دي بكره بكرهها. اوكي كده احسن هو ايه ده عشان معايا مساعدين جنبي هنا بيساعدين انا رشيش اوكي استنى احمر اوكي عشان مساعدتي كانت بتساعدني. انا مش بغش بس يعني انا ما بعرفش ان انا ابص من تحت بتوع كده فهي بتساعدني. وصلت للنهاية يا سلام. يا سلام انا بحب اللون الاسود. ها هو اللون الاسود. انا هاخد كرة سرقة. انا بحب اللون الاسود. ايوه الشكل الاسرق لا انا عايز اللون ده. مش هاخد حاجة انا. عايز اللون الاسود. انا هاخد لازوك. انا هبدل. عايز اللازوك. فين اللازوك؟ لا جنايزي سرعة. بحب اللون الأزرق أنا بحب اللون الأزرق. بحب اللون الأزرق أنا بحب اللون الأزرق. تروح تعيلي البداية هناك اطلع يا خبي ده بعد ما اقول ده كله مش شرط ان اقلع.
شوف سبسكرايب عشان نسوي كل حلقة جديدة. باي.